درك دخلنا في مرحله عندنا الاقدام البيضاء عدو، عدو بواح من بكري للجزائر. بيان سور الاقدام البيضاء شكون الايادي نتاعهم؟ هما جنرالات الحكومه وهذا تبون وصحابو المشاكل هذه. عندنا عدو ثاني هو عدو اجنبي استعماري اسلامو صهيوني، ممثلين نتاعو حركه حمص، حركه النهضه، الاحزاب الصغيره هذيك ساتيليت الاسلامويه، بعض الاحزاب اللي تابعه لها انديريكتومون، بلوس حركه رشاد. هادو ترك خطر، هادو يعتبروا بالنسبه لي انا جوساسه. دونك خطر جوساسي جاينا من الخارج، اهداف نتاعو خارجيه. لا براف سي كو الناس هادو نهار الترك دخلت وجات تدخل في ليبيا تفضحوا وبانوا، دونك بانت العقليه نتاعهم. دونك حنا الجزائر لا تركيا لا قطريه لا فرنسيه لا امريكيه، الجزائر جزائريه. سي بوركوا جي في ان بوست اون ناسيون الجيري، الي اورجون نخلقوا الامه الجزائريه باش نتهناو من هذه المشاكل وهذه الارادل، ونطلب من الناس هادو بكل نقولها لهم وتشفعوا عليها، راكم ما تنجحوش، الاحرى انكم تتوبوا تولوا جزائريين وتتنكروا للولاءات نتاعكم. دوت فاسون ميم تتنكروا الولاءات نتاعكم راحين تكونوا تحت الرقابه كل حياتكم، لانكم تعتبروا انتوما سكون ابل ان موديل ديسبيوناج ا فالور ا فالور ديشيل تري لارج باسكو الى اتاك ليديولوجي. لازم الشعب يفهم ثاني، كانت تعطل مع اصحاب حياكم الله وسلمياتنا ويزلك التليفون واو قال لهم وهاو الجنرال ولد الجنرال وبعت لنا ليستا. يا ولدي ثم مراد الشعب يقتل في بعضه بالماس، لي زاغريسيون بارتو، سرقه اي بارتو، الدبان، الموستيك، سخانه، الزنزله، الما ما كانش، الامراض، الكوفيد، سبيطار ما كانش، ناس هاربه. ها الجنرال، ها الجنرال موش رايح موش حيروح باسكو انت هدرت ما على بالوش بك كاع. لا براف راكم تنابحوا 25 سنه واش درتوا فيها؟ حنا عامين خدمه كل ما نضربوا الرعدهم وعلى بالكم وعلى بالهم 25 سنه واش درتوا؟ باسكو علاه تشراك الفم كي الكروكوديل، فمكم قدك ويديكم قدك، غير كي تجيكم تعليمات من هيه ودراهم من هيه، ها قطر، ها تركيا، ها جون سي با كي، ها السعوديه، الخليج، ودارير توصل شكون كاين؟ كاين الصهيونيه العالميه. ما تكسروش ريسانكم، الحركات الاسلاميه بكل كيما راها تحت يد الموساد والشيمبات والهاغانا وان بار كامله كيما راها من افغانستان لايران بارتو بارتو، حتى من ايران، سبب حياه ايران وقوه ايران تخويف الخليج وتواجد الامريكي، يعني لعبه ما تخرجوناش من صبابطنا. والعالم قاعد يتغير راه كيتبروا القسمين، كون ما نزربوش نشكلوا رواحنا ونرميو كيما نقولوا حنايا لي كورداج مع العالم الاول. يا من عاش يا من عاش ياي والله يا مدام، كون يفتحوا الحدود ديجا دول كثيره فتحت ليميغراسيون بور جوستومون تدي الناس درك بصح سير دي كريتير، يعني حين يديو لنا لاكريم نتاع الجزائر حين يديوها واش يخليو لنا؟ كيفاش مشي رحماني يا يخرجوا يقتلوهم. فوالا شوفي والله يا مدام، ايوا الشعب الجزائري راهم توصلوا باش يقتلوا روح الحياه في الفرد الجزائري، راح يقلبوه ديجا شغل حيوان. رحت من باش ما نكذبوش باش نهضروا الصراحه، رحت الاخلاق من المجتمع الجزائري تحطمت، راح القدر من المجتمع الجزائري تحطم، راحت الاخوه من المجتمع الجزائري تحطمت، راحت حسن الجوار من المجتمع الجزائري تحطم، ولاو كلش ماديات، كلش نهب، كلش سرقه. شوفوا ما يعني في العشرين سنه الاخرى هذه تعبوت فليقه وزيد العوام هذو درك اللي جايين، يعني حرام مشترى اشتروا في بات كاليفيكاتيف، حرام مشترى. لكن الشعب ثاني لازمو حاجه يفيق ثاني، الاخلاقيات مشكلته هو، حسن الجوار مشكلته هو، التآزر بيناتهم مشكلته ما هو. لا كان الحكم طاغي، حطوا روحكم راكم في استعمار، راكم في مرحله استعمار، القياده هذو استعمار عدو، تآزروا بيناتكم انتوما تشكلوا قوه وتشكلوا حصانه، ولو كان من ناحيه التربيه والاخلاق والهيجين اكسترا،
باسكو اللي حاكمينكم مستعمر عدو، كيما كانوا العثمانيين استعمار، كيما حنا ما خرجناش من الاستعمار. على كل حال من سقوط نوميديا ما خرجناش من الاستعمار، كل ساعه جايتنا فكره جديده. جاء الوقت بربما نتحرروا، وكذلك الدعوه الى وحده وطنيه والى امه جزائريه، لانه كاين الناس بزاف بدات تميل لواحد العقليه هكا. حنا بكل امازيغ، حنا بكل اصولنا امازيغيه 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 امازيغيه، يهضر القبائليه ولا الشاويه ولا ما يهضرهمش يهضر الدارجه، حنا كل اصولنا امازيغ، وهذا وطن امازيغي وشمال افريقيا امازيغي كامل كما راه، وما فيهاش هذه لا جدال ولا نقاش، هذه حقيقه تاريخيه. فوالا une fois, il faut que qu'on soit solidaire suite à notre culture et à notre histoire. Tiens, là, il y a une question. Il y a une personne qui dit, « Où est-ce que... » Ce sont les questions qui n'ont pas de sens, mais on va répondre. Oh, mon ami, le Mujid le Kibir, il s'appelle le Mujid le Kibir, il s'appelle le Mujid le Kibir. D'abord, j'ai des pouvoirs, mais je n'ai pas de Mujid le Kibir, ni le Mujid, ni le village, ni le sanguinaire, مجرم امبريالي تابع الإمبراطورية الأموية، من قيادة الإمبراطورية الأموية لتوسيع الإمبراطورية الأموية. دركا كون يسميوه باسم السيد هذا، كي يجي الحكم عند ناس اخرين ولا تبدل الدولة، نحيولوا الاسم ونبدلوا. سكي يسير في كتب التاريخ نتاع دولة الرحماني في راسو، عقبة بن نافع قايد أموي الإمبراطورية الأموية شارك في حملة الاستعمار للتوسيع الإمبراطورية الأموية. ما فاتح ما والو يفتح ظهره. ولا مدام سي داي نوت كيستيون. Je voulais juste parler au niveau côté sanitaire, monsieur Rahmani, qui est une catastrophe. Que les gens fassent très attention. Attention à la vaccination. Parce que هاد الشعب لما قتلهمش بالكوفيد قتلهم بالفاكسان. La gouvernance, la pseudo-gouvernance, s'il ne les tue pas avec le Covid, il va les tuer avec un vaccin. Donc, attention, attention. Refusez le vaccin. Parce que l'Algérie va être prise comme un cobaye. Les Algériens vont être pris comme cobaye, comme l'Afrique du Sud. Parce que le gouvernement a accepté de faire des études. Sophia. حنا يقتلوا في الشعب الجزائري ماشي غير بالفاكسان. عملية الإبادة بدأت من قبل مبرمجة، لأنه لو طو ناتاليتي في الجزائر كان قاعد يعلى يعلى يعلى. الأقدام البيضاء ماهيش من المصلحة نتاعهم يوليو 500 مليون ليزارجينيا، حنا من مصلحتنا. دونك واش داروا؟ أنا أطرح أسئلة على أي طبيب مختص باحث، علاه مرض السكري عندنا بالبالا؟ علاش لي كونسير عندنا بالبالا؟ منظومة صحية وما عندناش، علاش طاقة الإنجاب نقصت في الجزائر ضعفت خلاص، ولا لي جون كوبل يعني يسوفر دان فيرتيليتي بكل كيما راهم. هادو بكل أسئلة مطروحة.